على الرغم من آثار جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد العالمي وانخفاض فرص التوظيف في السنوات السابقة، يبدو مؤشر التوظيف وفرص العمل أكثر إيجابية للعام الحالي في الإمارات، خاصة مع ارتفاع طلب التشغيل على وظائف عدة تشمل الأطباء العامين والعاملين في مجال المحتوى الرقمي والمدربين المحترفين والشخصيين والمتخصصين في القطاع المالي وقطاع الأعمال والإعلام بشكل عام. حيث كشف مؤشر فرص العمل الذي أجراه موقع بيت كوم للوظائف في الشرق الأوسط بالتعاون مع شركة يوغوف المتخصصة في أبحاث السوق أن أكثر من 76 شركة في دولة الإمارات تنوي تعيين موظفين جدد خلال العام الحالي. ووفقاً للمؤشر، فإن معظم الشركات في الدولة تبحث عن مهارات تواصل جيدة في اللغتين الإنجليزية والعربية، والقدرة على العمل ضمن فريق، والقدرة على العمل تحت الضغط، إضافة إلى المهارات القيادية الجيدة. أما أكثر الوظائف طلباً من قبل أصحاب العمل في دولة الإمارات خلال الربع الثاني من عام 2022 فتأتي تباعاً: تنفيذ تسويقات، تنفيذ مبيعات، محاسب، مدير مبيعات، إداري. أما من ناحية المؤهلات الأكاديمية الأكثر طلباً من قبل أصحاب العمل في الإمارات فتأتي شهادات إدارة الأعمال في الصدارة، تليها الهندسة والتجارة. وتعتبر الخدمات المصرفية والمالية من القطاعات الأكثر جذباً للكفاءات في دولة الإمارات، يليها الإعلان، التسويق والعلاقات العامة، ثم تكنولوجيا المعلومات، الإنترنت والتجارة الإلكترونية. أما القطاعات الأكثر جذباً للكفاءات المحلية فهي قطاع الخدمات المصرفية والمالية، وتتفاوت بين أصحاب الخبرات والخريجين الجدد والكفاءات النسائية. لذلك تؤكد النتائج والمؤشرات الإيجابية الخاصة بالتوظيف وفرص العمل المتاحة في العام الحالي في الإمارات أن الدولة تمتلك مناخاً اقتصادياً قوياً وأساساً صلباً وسياسات مرنة واستباقية كفيلة بالتعامل مع الأزمات وتوفير كل المقومات والحوافز اللازمة لجذب وتأسيس الأعمال التجارية وزيادة الطلب على الكفاءات عبر مختلف القطاعات والمستويات المهنية لضمان استدامة الاقتصاد المحلي بمختلف قطاعاته.